نصائح للعناية بصحة الفم تقدمها لكم لستيرين. يعتبر غسل الأسنان بالفرشاة أول خطوة للعناية بنظافة وصحة الفم. يجب أن تتبع نظاماً يومياً كاملاً للعناية بصحة ونظافة الفم لتقليل الالتهابات ونزيف اللثة وأمراضها. تنظف فرشاة الأسنان 25% من الفم. تتكاثر الجراثيم المتبقية في الفم خلال ساعة إلى ساعتين. تزيل فرشاة الأسنان من 30 إلى 53% فقط من البلاك. ينظف خيط الأسنان بين الأسنان فقط، بينما ينظف الليسترين 100% من الفم. نظام يومي: نظف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين. نظف أسنانك بخيط الأسنان مرة في اليوم. استخدم الليسترين مرتين في اليوم بعد غسل الأسنان.